السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكل أعضاء وزوار قناة نبض المعلومات. النهاردة بإذن الله نتعرف إزاي ممكن نوزع إنترنت من خلال البلوتوث، سواء كنت متصل بالواي فاي أو من على خدمة البيانات لأي جهاز آخر. بس فقط تنويه بسيط، لو أنت لسه أول مرة تشوف الفيديو ده النهاردة، بدعوك الاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل هذا الفيديو وفعل زر الجرس، مهم جدا عشان يوصلك كل شعارات الفيديو اللي احنا بنرفعها أول بأول، وتكون انت أول واحد تشوف الفيديو حصري على قناة نبض المعلومات. إذا نمر بالشرح. طيب يا جماعة، إن شاء الله هنتعرف النهاردة ازاي هنعمل اتصال انترنت من خلال البلوتوث، او نرسل شبكة انترنت من الموبايل ده على موبايل تاني. ازاي هنعرف الطريقة دياتي؟ يلا نتابع مع بعضنا الشرح. اول حاجة هنعملها هندخل على الضبط بتاع الموبايل بالطريقة دي، وهننزل على حاجة اسمها التقييد ونقاط الاتصال للهواتف المحمولة. التقييد ونقاط الاتصال للهواتف المحمولة، تمام. في بعض الهواتف بتبقى مكتوبة نقاط اتصال الهواتف المحمولة، وفي برضو موبايلات بتبقى مكتوبة بالطريقة دي، تقييد ونقاط الاتصال للهواتف المحمولة. المهم ان احنا نضغط عليها، نختارها، هنيجي هنا على كلمة تقييد البلوتوث، وفي اختيار تاني بس عشان انا رابط الجهاز من خلال اليو اس بي بالكمبيوتر، فظهر لي كلمة التقييد بالبلوتوث بس هنا. فانت هيظهر لك بعض اختيارات كده، من ضمنهم التقييد بالبلوتوث، فاحنا الكلمة اللي تهمنا اللي هي تقييد بالبلوتوث، هنيجي نضغط عليها ضغطة كده على اساس نختارها وتعلم علامة صح بالشكل ده، وهيتم الاتصال زي ما احنا شايفين كده، تشغيل البلوتوث، تمام. هنرجع كده، دي الخطوة الاولى اللي احنا نعملها من على الموبايل بتاعنا ده. هنروح لخطوة تانية اللي هي ازاي هنقدر نفتح انترنت على الموبايل التاني. هنروح نفتح الموبايل التاني ونصور ونوريكم ازاي هنستقبل انترنت من الموبايل ده للموبايل التاني. هنبعت انترنت من هنا للموبايل التاني. يلا بينا نتابع الشرح. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، ده الموبايل اللي احنا نستقبل عليه انترنت من الجهاز التاني. اولا انا لم اشغل الواي فاي، اهو مفيش واي فاي ولا خدمة البيانات مفتوحة عندي. اعذرونا يا جماعة على الصوت، صدى الصوت وكمان جودة التصوير، لان انا فعلا بصور بالموبايل، ماسك الموبايل بايد وبصور بالموبايل التاني، فاعذروني لو في حاجة، تمام. مفيش انترنت، هو اثبت لكم ان مفيش انترنت. هندخل على جوجل، تمام، وهنكتب في خانة البحث اليوتيوب كده على اساس نشوف في انترنت ولا لا. زي ما احنا شايفين كده مفيش انترنت. طيب يا جماعة هنرجع كده، هنشغل البلوتوث عادي جدا على اساس نستقبل انترنت. نضغط كده نشغل البلوتوث، هيعمل لي بحث، هيجيب لي اسم الجهاز بتاعنا اللي انا لاخد منه انترنت، اسمه نبض المعلومات زي ما احنا شايفين. لو قمت انا ضغط ضغطة هنا على اساس ان اعمل اقتران، التليفون هيفصل اللي انا بصور بيه علشان يعمل اقتران بينه وبين الجهاز التاني، فانا هعمل اقتران وهرجع اكمل لكم الفيديو، تمام. هعمل اقتران زي ما احنا شايفين، زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، عملت اقتران ورجعت لكم تاني على اساس انا عارف ان الجهاز بيفصل كل ما اجي. انا جيت اصور كذا مرة لقيت الجهاز بيفصل مني كل ما اجي اعمل اقتران. طيب يا جماعة، انا بعد ما عملت اقتران بتظهر لي قصاد الجهاز اللي انا عملت له اقتران تلات شرط هنا، بضغط عليها بيدخلنا على الصفحة دياتي، بضغط على كلمة البلوتوث دياتي
واعلم علامة صح هنا زي ما احنا شايفين كده، بقى جاب لي متصل بالجهاز الدخول للانترنت. تمام، هنرجع كده خالص وهنيجي على متصفح مرة تاني جوجل، وهنيجي على قائمة البحث وهنكتب اليوتيوب مرة تانية زي ما احنا شايفين كده. ننتظر لحين ما يعمل لي بحث، شوف الانترنت اشتغل ولا لا. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة الانترنت شغال معانا زي الفل. جربها وان شاء الله هتعجبك، فكرة جميلة جدا جدا، بدل ما تقعد تعمل تطبيقات وتجيب تطبيقات وتدخل كواد والكلام ده كله، ممكن تاخد انترنت من خلال البلوتوز لأي جهاز عندك في البيت، أي موبايل تاني يعني، ممكن تنقل من عليه انترنت من خلال البلوتوز. جرب الطريقة دياتي وما تنساناش بدعمنا بلايك على الفيديو عشان يوصل لكل الناس وتشجيعا لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.